فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ثم انقسمت هذه البلاد قسمين، منها ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره أو يعرفونه وغيره، مع ما دخل في لسان العرب من اللحن، وهذه غالب مساكن الشام والعراق ومصر والأندلس ونحو ذلك، وأظن أرض فارس وخراسان كانت هكذا قديما. ومنها ما العجمية كثيرة فيهم أو غالبة عليهم كبلاد الترك وخراسان وأرمينية وأذربيجان ونحو ذلك. يعني بلاد العجم لما انتشر فيها العرب واستوطنوها بموجب الفتوح الإسلامية وانتشرت فيها العربية، لأن العرب نقلوا معهم اللغة العربية والقرآن، القرآن فرضها على الناس، لأن القرآن بلسان عربي مبين. فبلاد العجم بعد ذلك منها ما غلب عليه العربية ومنها ما بقي على عجمته وغلبت عليه العجمية وإن كانوا مسلمين. نعم. قال: فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وإلى ما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي. ما هو عربي ابتداء وهو جزيرة العرب، وإلى ما هو عربي انتقالا وهو ما سرت إليه العربية من بلاد العجم، وإلى ما هو عجمي، وإلى ما هو عجمي باق على عجمته وهي بقية بلاد العجم التي لم تنتقل إليها العربية.